عمرو دياب حبيبي قوي، يحب اغنيه ناس بتحب ناس، فكان يقول لي عايز اسمع ناس بتحب ناس. مره بيسجل عند محمد نوح وكل المسكين قاعده بره ومانعين حد يخش عشان مين قاعد جوه؟ عمرو دياب. فانا رايح استوديو عشان اسجل، فقال لهم هو مين اللي هيسجل؟ قالوا له عباس. قال لهم هو فين؟ قالوا له بره. قال لهم اندهوله. دخل وخدني في حضنه وقعد معايا وكلمني وكلمته. لا عمرو ابن بلد قوي، اسمه ابو عباس. اه طبعا، ومن المنيا القمح. امال ايه؟ اي حد بقى يقول لك من بورسعيد مش عارف من لا بلده لحد الان في منيا القمح. مين؟ واهله في منيا القمح. مين؟ عمرو دياب الشرقيه مش بورسعيد يعني؟ لا كلمنا انا على التواريخ اقول لك. امال ايه؟